انطلاقا من هذه الفلسفة، فإن تيار الوفاء الإسلامي أخذ على عاتقه إحياء وإثارة مفهوم البراءة تأصيلا لثقافة الشعب السياسية والدينية، والتي على أساسها تبنى المناهج والبرامج والمشاريع النضالية والسياسية، وتنسج العلاقات ويحدد نوعها ومستوياتها مع منظماتها وقوى الداخلية والخارج وقوى الداخل والخارج. إننا في موسم الحج، موسم التضحية الإبراهيمية، موسم التوحيد، موسم تحطيم الأصنام وتحدي نمارد العصر. فلنطلق صرخة البراءة من الظلم والظالمين، فلنطلق صرخة الرفض للاعتداءات، الشرق والغرب على رأسهم أمريكا وأرنابها، وعلى شعوب أمتنا ونهب أطنان ثورتنا. فلنطلق صرخة الرفض لدعوات الاستسلام والتراجع عن الأهداف السامية في تحقيق الحرية والعدالة والتنمية الشاملة والحقيقية. فلنطلق صرخة الرفض والبراءة من كل مشروع أمريكي خليفي يتخذ عنوان الانتخابات المزيفة القاصرة للتدليس على الشعب وعلى العالم. فلنطلق صرخة الرفض والبراءة من أي مشروع يراد منه ترميم شرعية ساقطة وإصفاء شرعية مفقودة على نظام عصري مجرد مفسد على الأرض. إننا في تيار الوفاء الإسلامي نؤكد مرة أخرى على موقفنا السياسي، وهو أن كل العروض المقدمة من العصابة الفاقدة للشرعية والماضي والحاضر تمثل التفافا على أهداف الثورة وعلى آمال الناس. وإذا أعطي النظام فرصة التسويق للانتخابات النيابية الصورية فسيستغلنا لخداع الخارج والداخل، وسيمارس الغدر، وسيعمل على إضفاء شرعية على الدستور المفروض. وإن الضمانة لإفشال ذلك هو وجود حراك شعبي وميداني ومقاومة تفرض إيقاعها في الشارع والمشهد السياسي. إن الأسباب مهيئة على مستوى الداخل والخارج، والاستمرار في الثورة وتحقيق الأهداف الشعبية وعامل الوقت يلعب في صالح شعبنا، كما ندعو الشركاء في القوى السياسية كافة، وندعو النخب المخلصة من الوجهاء والأكاديميين والمهنيين بأن يحذروا من حبائل النظام لاستدراجهم للتغرير بالناس للقبول بفتاة سياسي، فإن ذلك تفريط للبلاد.